The figure shows three point charges Q1 minus 2 nanocoulomb, Q2 2 nanocoulomb, and Q3 positive 4 nanocoulomb. Find the net force F3 on the charge Q3. يعني هنجيب الفورس بين Q1 و Q3 negative positive يبقى في بينهم attraction نسمي دي F1 positive positive يبقى في بينهم repulsion نسميها F2 نحلل F1 في اتجاه الماينس X والماينس Y F2 في اتجاه البوزيتيف Y ونجيب F net XY ونجيب تحت الجذر التربيع عشان نجيب الماجنتيود ونجيب الزاوية. هي الفورس كماجنتيود الاتجاهات عرفناها من هنا K شحنة في الثانية كيو في كيو داش على الار تربيع سميهم 1 2 سميهم كيو كيو داش بس عشان الارقام ما تلخبطش كيو كيو داش. فالاف 1 كماجنتيود هتساوي 9 في 10 اس 9 الكيو ده ثابت موجود في الشيت الكيو احنا هندرس بين 1 وبين 3 1 2 في 10 سالب 9 لانها نانو 3 4 في 10 سالب 9 على الار اللي بينهم هنا 2 وهنا 1 يبقى ده الجذر التربيع 5 والكل تربيع فالتربيع ضيع الجذر فيبقى 9 10 9 في 8 10 سالب 18 على 5 لو عملنا انج يبقى 14.4 نانو يعني 10 سالب 9 نيوتن. طب عايزين نحللها يبقى الاف 1 كمتجه بقى ماينس اكس وماينس واي 14.4 في اتجاه الاكس ماينس 1 على جذر 5 اي وفي اتجاه الواي ماينس برضو لانها لتحت 2 على الجذر التربيع الفاي في اتجاه الجي نانو نيوتن يعني يساوي 14.4 على جذر التربيع الفايف طلعت ماينس 6.44 اي طبعا نضربها في 2 لان هنا 2 12.88 اتجاه الجي نانو نيوتن كده عرفنا خلاص الاف 1 واتجاه الكومبوننتس بتاعتها. F2 كماجنتيود بتساوي 9 في 10 أس 9 Q2 اللي هي 2 في 10 سالب 9 و Q3 4 10 سالب 9 على المسافة اللي بينهم تربيع اللي هي 2 تربيع يعني هتساوي 9 10 سالب 9 في 8 10 سالب 18 على 4 9 في 8 10 سالب 18 9 10 9 في 8 10 سالب 18 على 4 هي 9 10 9 مش سالب 9 ف 18 في 10 سالب 9 نخليها نانو نيوتن. طب عايزينها كمتجه دي قيمه ودي كانت قيمه الاف 2 في اتجاه البوزيتيف جي يبقى اقول يبقى نقول كده 0 اي زائد 18 جي نانو نيوتن. اذا الاف نت تساوي نجمع الاكس مع الاكس ماينس 6.44 اي 18 ماينس 12.88 5 بالموجب 1 2 جي ده نانو نيوتن. يبقى الاف نت كماجنتيود هتساوي الجذر التربيعي ل اف اكس تربيع و اف واي تربيع اربع الواي تربيع والاكس تربيع وناخد الجذر التربيعي فطلع الجواب 8.23
نانو نيوتن، والثيتا طبعا سالب وموجب سالب وموجب، يبقى في الربع الثاني يبقى نقول 180 ناقص شيفت تان الواي على كومبوننت الاكس، فمية وتمانين ناقص شيفت تان 5 12 على 6 44، فطلعت 142 درجة.